لتلاوة القرآن الكريم، وبعدها مباشرة إن شاء الله سوف نشرعه وإياكم بإذن الله تعالى في عقد القران إن شاء الله. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعداء جدا أننا نتواجد في قاعة الحفلات هنا لحضور فاتحة الكتاب للعرسان تحت إشراف الأخت كريمة للزواج الجماعي، ومن خلالها كل الذين شاركوا فهم مشكورين على ما يقومون به. ربي يجعلها في ميزان القبول إن شاء الله، حيث كلنا سعادة وفخر واعتزاز أننا نحضر مع الأيتام في حفل زفافهم وفاتحتهم. وإن شاء الله ربي يجازي كل من ساهم في إنجاح هذه الفاتحة من قريب ومن بعيد بماله ومعنوياته. والجزائر دائما بخير هنا مباشرة من قدي قاعة الحفلات، ونشكر أهل القاعة لاحتضانهم لهذه المأدبة ولهذه الفاتحة. جعل الله هذا كله في ميزان حسناتهم. لكم منا أخلص وأصدق تحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك لهذا العرسان اللي اليوم تم العقد قرانهم، ونشكر الجمعيات التي ساهمت، أو الجمعية التي ساهمت ودارت هذه المبادرة، وهذه المبادرة التي نتمنها، ونتمنى إن شاء الله أن هذا العرسان يتوفقوا في حياتهم إن شاء الله. ونتمنى لهذه صاحبة الجمعية أن ربي يجازيها بالخير إن شاء الله. السلام عليكم. وإياكم ونحن ركن من أركان هذا الزواج، ألا وهو الشهود عن ميلاد أسر جديدة في دار الإسلام، حيث قد أشرفنا. وكما تعلمون الإمام ليس ركن من أركان الزواج، وإنما هو يشرف على عقد القران فقط أيها الإخوة، لأن يمكن للزوجين أن يزوج بعضهم البعض مع يعني حضور الولي ويعني الزوج بدون حضور الإمام، لأن الإمام ليس ركن من أركان الزواج، وإنما هذا وقع في عرفنا، والعرف هو كل ما تعرف عليه مجتمعا أيها الإخوة، حيث يحضر الإمام وهو يشرف على عقد القران بإذن الله تعالى، ثم يعلن عن ميلاد هذه الأسرة الجديدة المسلمة في دار الإسلام.